بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم أحمد فيصل. إن شاء الله النهاردة هنشرح الجزء الخاص بعمليات وصل المعادن. وصل المعادن فيه منه نوعين، في حاجة بنسميها وصلة دائمة اللي هي لحام المعادن، وفي نوع تاني إحنا بنسميه وصلة مؤقتة اللي هي عملية البرشمة. إيه الفرق بين الوصلة الدائمة والوصلة المؤقتة؟ الوصلة الدائمة إن بيكون عندي جزئين معدنيين أنا عايزهم متصلين طول ما أنا شغال او مدى الحياة او لحد ما المعدة دي مثلا تتكسر، فبجيب قطعتين معدنيتين وبلحمهم في بعض، فدي بنسميها وصلة دائمة، تفضل المعدنيين متصلين ببعض مدى الحياة. طب لو انا عندي جزئين معدنيين عايز اوصلهم بصورة مؤقتة او لوقت معين، فبستخدم البرشام، وبعد ما بخلص الحاجة اللي انا بعملها ببتدي افك البرشام وافك القطعتين المعدنيتين من بعض. فهي دي الفرق بين اللحام والبرشام، اللي هو ده الفرق ما بين الوصلة الدائمة والوصلة المؤقتة. طب تعريف عملية اللحام ايه؟ اللحام يعرف بأنه عبارة عن وصل المواد المعدنية بواسطة الحرارة أو بتسليط الضغط أو باستخدام الضغط والحرارة معا. يعني أنا ممكن يكون عندي جزئين معدنيين، تمام؟ ممكن أسلط حرارة عليهم فجزيئات المعدنين تبتدي تنصهر ويندمجوا مع بعضهم فبتتم عملية اللحام، ده لحام بالحرارة. أو إن أنا أجيب جزئين معدنيين وأضغط عليهم فجزيئات السطح في احد المعدنين بتنغمس في السطح الثاني المعدن الاخر، تمام؟ فبيحصل عمليه اندماج بين المعدنين، فده اسمه لحام بالضغط. بيكون عندي جزئين بضغط عليهم فجزيئات السطح بتاع احد المعدنين بتندمج مع المعدن الثاني، تمام؟ فبتتم عمليه اللحام، ده لحام بالضغط. في طريقه ثالثه بقى اسمه لحام بالضغط او الحراره، يعني بستخدم حراره وضغط، ده طبعا بيكون اقوى انواع الايه اللحام اللي هو الضغط والحراره، تمام؟ فعندنا احنا في النهارده شغلنا ان انت تبقى عارف تعريف اللحام عباره عن ايه وازاي بيتم عمليه اللحام. طب قبل ما اتكلم على ازاي بيتم اللحام، في حاجات بس يقول لك ايه، يقول لك ان انت للحصول على افضل النتائج عند الحام المعادن المختلفه فانه يجب ان تكون الاجزاء المراد وصلها واحد. جيدة التوصيل الحرارة، لازم يكون المعدنين بيوصلوا الحرارة كويس، تمام؟ ده كله عشان نحصل على أفضل نتائج في لحام المعادن. اتنين، تكون المعادن دي قليلة الانكماش، يعني ما بتنكمش بسرعة. تلاتة، أمل التمدد الطولي لها صغير، تمام؟ أربعة، عدم زيادة نسبة الكربون عن 2%، يعني ما ينفعش إن أنا ألحم حديد زهر، لأن حديد الزهر بيكون نسبة الكربون فيه معدية ال 2%. احنا هنا بنقول 2%، حيث انه كلما ارتفعت نسبة الكربون تنخفض قابلية المعدن اللحام. خمسة، عدم وجود شوائب فسفورية وكبريتية بقطع الصلب او المعادن المراد لحمها، تمام؟ كل اللي انا قلته ده انا عايزك تبقى عارفه بس كده في الامتحان، ممكن يعني هو صعب ان يسألك ايه اللي مطلوب عشان يكون اللحام كويس. هو في الامتحان هيسألك عن انواع اللحام او اشكال وصلات اللحام، تمام؟ وهيسألك مثلا عن طرق اللحام المختلفة. فاحنا هنبتدي في اول حاجة مهمة ممكن تسأل فيها، يقول لك في الامتحان اشكال، ما هي اشكال وصلات اللحام؟ عندك وصلة تراكبية، وصلة تناكبية، وصلة على شكل حرف T، وصلة على شكل حرف L. طيب ايه التراكبية وايه التناكبية؟ التراكبية يعني اتنين فوق بعض، عندي معدنين فوق بعض، تمام؟ هو بالمنظر ده، ادي ده بليت وده بليت تحت منه، فده اسمه لاب جوينت او وصله تراكبيه، تمام؟ طب لو انا جبت الاثنين دول وحطيتهم في وش بعض، دي اسمها وصله ايه؟ وصله تناكبيه بالمنظر ده اهو. عندي بليت وبليت في وش بعض فده اسمه وصله تناكبيه، انما لو بليت فوق بليت هنسميه ايه؟ وصله تناكبيه، تمام؟ لا، فوق منه قصدي اسمه تراكبيه ولا ايه؟ يبقى عندي لو عندي بليت فوق بليت يبقى وصله تراكبيه، بليت او معدن في وش معدن وصله تناكبيه. طب وصله على شكل حرف تي اهو، ادي بليت في بليت تاني عمود عليه، ده شكل حرف تي اهو، تمام؟ طب وصله على شكل حرف ال اهو، نفس حرف ال اهو، بليت على شفه بليت تاني من فوق منه، او ممكن في عندك ال ال ده في منه نوعين، في منه نوع كلوزد يعني نهايه يعني البليت اللي فوق جاي على اخر نهايه البليت الملحوم وواقف، فده اسمه كلوزد يعني مقفول. في نوع تاني اسمه اوبن، يعني عندي شفه البليت ده واقفه على الشفه الاولانيه بتاع البليت اللي هتتلحم فيه،
تمام، يعني شاف الفرق هنا وهنا، ده واقف على اخر البليت اهو، انما ده واقف على اول الطرف، فده اوبن، يعني كل الجزء ده هيتملى حشو، حشو اللحام. تمام، فعندنا اشكال وصلات اللحام، وصله تناكبيه يعني البليت او المعدن في وش المعدن الثاني في وش بعض، وصله تراكبيه تمام، يعني عندي الاثنين فوق بعض فده تراكبيه، عندي وصله على شكل حرف تي اهو واضح مش محتاج حد يشرحه يعني. تمام، عندي وصله على شكل حرف ال، في منها اوبن وفي منها ايه كلوزد. تمام، فدي اشكال وصلات اللحام. فلما تعالى لما يقول لي اشكال وصلات اللحام هتقول له ايه؟ وصله تناكبيه وتراكبيه، وصله على شكل حرف تي، وصله على شكل حرف ال، وتسكت؟ لا، لازم في الامتحان كل حاجه تتسال فيها ومتاح ليك ان انت ترسمها ترسمها، يعني لازم ترسم لي اتنين في وش بعض كده تمام، وتكتب لي عليه وصله تناكبيه، ترسم لي بليتين فوق بعض دي وصله تراكبيه، وده نفس الكلام حرف تي وده حرف ال. تمام، مش عايز تعمل الاثنين اوبن وكلوز يبقى كتر خيرك. تمام، بس اهم حاجه ان انت ترسم. واحد يقول لي طب انا ما اعرفش ارسم 3 دي، 100 مره قلت ان مفيش، مش لازم ترسم 3 دي، انت ممكن تعمل المنظر ده، يعني ترسم المستطيل ده والمستطيل ده، ومالكش دعوه بكل الجزء، الجزء اللي ورا ده، المهم تفهمني ان هنا كان في بليت وهنا بليت، وتيجي هنا كده وتتقي الخط الاسود بتاعك تمام عشان تبين ان ده بليت وده بليت تاني وانت لحقناهم من المنطقه دي. تمام، نفس الكلام هنا، هترسم مستطيل اهو تحت منه مستطيل، وتيجي في الجزء ده وتعمل لي شكل الحام، نفس الكلام هنا. تمام، يبقى ده انواع الوصلات، ترسم وتكتب انواع الوصلات ايه. ده اول سؤال ممكن تسال فيه في الامتحان، انواع وصلات اللحام. تمام، اول سؤال ممكن تسال فيه قصدي في اللحام يعني مش في الامتحان نفسه يعني. تمام، تاني حاجه دي بعض اشكال وصلات اللحام، يعني بيقول لك ان هو شاف اللحام بيكون في جزء من هنا وجزء من هنا وده جزء حشو. تمام، ممكن يكون على شكل سكوير او على شكل في او بيفل او ايا كان شكل ايه، المهم يعني ان دي اشكال وصلات اللحام. بس انا مش عايز ده اشكال، ده مش ده سوري اللي انا قلت عليه ده، دي اشكال وصلات اللحام دي اللي تسال فيها، دي اشكال اللحام يعني اللحام نفسه بيتم ازاي. تمام، بعد كده هنخش على طرق اللحام، يعني الاجزاء دي في الامتحان يعني ممكن صعب تسال فيها، انت هتسال في اشكال الوصلات مش طرق اللحام بتتم ازاي. المهم احنا هنتكلم دلوقتي عن طرق اللحام الاساسيه. عندنا اللحام بالانصهار باستعمال طاقه حراريه ولكن بدون ضغط، ويشمل اللحام المونة والقصدير واللحام الغاز، اللحام القوس الكهربي واللحام السيراميك. تمام، احنا عندنا لحام الانصهار اللي انا قلت لكم عليه اللي هو طاقه حراريه تمام مفيش ضغط. لحام مونة يعني ايه مونة؟ مونة يعني انا بيكون عندي جزء كده بيتاكل من معدن وجزء بيتاكل تاني، والجزء ده اسمه مونة يعني او حشو. تمام، او قصدير، القصدير ده انت بتشوف الناس اللي بتلحم دوائر كهربيه بيكون ماسك في ايده طرف كده شبه السلك بس لونه رمادي، ده هو القصدير، هو ده بيبقى يعمل كانه حشو بيستخدم كوسط في اللحام. تمام، لحام الغاز اكيد شفت ناس بتلحم بالغاز سواء الاكسسترين او غيره. عندنا لحام القوس الكهربي ولحام السيراميك. تاني عندنا حاجه لحام الضغط، ويشمل استعمال طاقه حراريه اضافه الى الضغط مثل لحام الحداده ولحام المقاومه الكهربائيه ولحام التاثير الكهربائي ولحام الاحتكاك، يعني بيكون عندي جزئين معدنيين ببتدي اعمل فريكشن ما بينهم، يعني ببتدي احك معدن في التاني فيحصل سخونه فتبتدي جزيئات السطح تتداخل مع السطح التاني تتم عمليه اللحام، ده لحام الاحتكاك. في اللحام البارد دور استعمال حراره مثل لحام الضغط على البارد، يعني عندي جزئين بنضغطهم مع بعض. تمام، زي ما قلت لكم هنبتدي بقى بلحام القوس الكهربي. تمام، احنا فكره اللحام القوس الكهربي ايه؟ بيكون عندي دايره بالمنظر ده، بيكون عندي بار سبلاي تمام، يعني مصدر طاقه او منظم طاقه يعني، وطالع منه طرفين كهرباء، واحد منهم الكترود يعني طرف قصدي طرف منهم بيتوصل بسلك اللحام او بالسلك اللي هو اللي بيستخدمه الحداد في اللحام، والطرف الثاني موصل في القطعه اللي انا عايز الحمها. فبيحصل ايه؟ بيحصل ان انا عندي بيقول لك ايه هنا؟ بيقول لك ينطلق القوس الكهربائي او الشرارة الكهربائيه بين قطبين اذا كانت بينهما مسافه قصيره، وسوف نعتبر القرار مستمر فقط في عمليه اللحام، وتكون احد قطبي الدائره متصله بقطب احد قطبي الدائره الكهربائيه متصلا بسلك اللحام الالكترود، والقطب الاخر موصل بقطعه العمل الورك بيس على اعتبار ان سلك اللحام موصل بقطب الموجب وقطعه العمل موصله بقطب السالب. يعني بيقول لك ان انا عندي
دايره كهربيه، فبوصل الالكترود بتاعي ده بالقطب الموجب، وبوصل القطعه بتاعتي انا اللي عايز الحمها بايه؟ بالقطب الايه؟ السالب. تمام؟ وبعدين بشغل الكهرباء، بس لازم قبل ما اشغل الكهرباء لازم المس الطرف ده في ده. فطبيعي جدا لما يكون عندي دايره كهربيه تمام وبعمل عليها يعني شورت كات، او بعمل عليها القفله، بنعمل قفله يعني بلمس ده ده في ده، فيحصل ايه؟ هيحصل ان هيحصل عندي شراره، وهيحصل عندي تقوس لقوس كهربي، او بيبقى في عندي زي انت لو بتشوف الحداد في الشارع بيلحم زي وميض كده بيتكون. الوميض ده بيكون درجه حرارته ممكن توصل ل 4000 درجه مئويه، فبتعمل على تسخين الجزء ده وتصهره تمام، بتعمل عمليه اللحام. ده فكره عمل، بيكون عندي دايره كهربيه طالع منها طرفين، واحد بوصله بسلك اللحام تمام، والتاني بوصله بقطعه العمل اللي عايز الحمها، وبعدين بوصل الكهرباء. طب هو دلوقتي انا عندي الطرفين مش متصلين ببعض، فمفيش اي تاين او مفيش اي شراره هتحصل، فبلمس ده في ده. يعني بتلاقي دايما انت الحداد قبل ما يلحم يروح يلمس بايديه الطرف الشغل اللي عايز يلحمها، فيحصل يبتدي تكون ايه؟ الشراره، وبعدين تفضل مستمره طول ما انت موصل ايه؟ الكهرباء. بعدين يحصل عمليه الايه؟ وميض، او بتكون هنا شراره بيكون درجه حرارتها 4000 درجه مئويه، بتعمل على ايه؟ على اللحام المعدن. ده فكره اللحام بالقوس الكهربي. فهو بيقول لك في البدايه يجب ان لمس قطعه العمل بالقطب الاخر فتكون القوس او الشراره الكهربائيه التي ينتج عنها تأين المسافه الصغيره بين قطعه العمل وسلك اللحام. وعند ذلك يكون بالامكان مرور تيار كهربائي بين القطب وقطعه العمل حتى لو زادت مسافه القوس الى حد ما، وذلك عن طريق مسافه متأينه وبدون لمس القطبين في البدايه. في البدايه لا يمكن الحصول على هذه النتيجه. يعني بيقول لك لو انا ما لمستش ده في ده في الاول مش هيحصل عندي قوس كهربي، مش هيحصل عندي الوميض اللي بيتكون بيعمل تسخين. تمام؟ بعد بس بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك في حته جزء ثواني، تتولد الالكترونات التي تسرب بمعدل عالي من القطب الموجب الى القطب السالب، في هذه الحاله تتحول الطاقه الكهربائيه الماره بالدائره الى حراره وضوء، وتقريبا تكون ثلثي الحراره المتكونه من القوس الكهربي قريبه من القطب الموجب، وتصل درجه الحراره الى حوالي 4000 مئويه، في حين يكون الثلث الباقي من الحراره المتكونه قريبا من القطب السالب. وكنتيجه لذلك فان سلك اللحام ينصهر بدرجه حوالي 50% اكثر مما لو كان بالقطب الايه؟ السالب. حلو؟ يعني بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان انا في الدايره بتاعتي احنا قلنا قبل يعني في الصفحه اللي فاتت دي قلنا ان احنا هنوصل سلك اللحام او سلك اللحام موصل بالقطب الموجب، وهنوصل قطعه العمل بالقطب السالب. فبيقول لك بقى ان لو انا عملت كده فدرجه الحراره المتكونه بتكون 4000 درجه مئويه تمام، وبتكون قريبه لايه؟ للجزء ده، بتكون ناحيه الجزء الموجب، يعني الحراره بتكون متكونه اكتر عند الجزء الموجب. فعشان انا احمي سلك اللحام بتاعي من التاكل فبوصله في الطرف السالب، وبوصل الشغله بتاعتي في الايه؟ في الجزء الموجب. فهو بكل بساطه كده بيكون عندي انا باور سبلاي طالع منه طرفين، بوصل سلك اللحام بالقطب السالب مش الموجب، لان انا لو وصلت بالقطب الموجب بيكون طاقه اللحام او طاقه الحراره المتولده بتكون اكبر بكتير ناحيه الطرف الموجب اللي هو سلك اللحام، فهتؤدي الى انصهاره. فانا عشان احمي سلك اللحام من الانصهار فبعكس الدائره، بخلي سلك اللحام موصل بالطرف السالب، وبوصل قطعه العمل بالطرف الايه؟ الموجب، وبرضه بنفس الميكانيزم بلمس السلك مع الثاني، فبيتم عمليه تأيل للمسافه ما بين هنا وهنا، بتكون شراره وتعمل على انصهار المعدن، لانها بتولد درجه حراره توصل لايه؟ لحوالي 4000 درجه مئويه. فده هو ده فكره اللحام بالقوس الكهربي. يبقى اول حاجه اللحام بالقوس الكهربي اتكلمنا عنها، فهمنا ازاي؟ يعني جالك في امتحان ممكن ترسم دايره، دي سهله ما فيهاش اي حاجه، ترسم باور سبلاي وتحط لي الالكترود او هنا سلك اللحام، بيكتب عليه سلك اللحام موصل بالطرف السالب، وتوصل لي سلك قطعه العمل بالطرف الايه؟ الموجب، وتعمل زي نظام شرر كده في النص يبين ان في حراره متوليده، يبقى ده اللحام والقوس الكهربي. تمام؟ ده شكل برضو اللحام والقوس الكهربي. تاني حاجه بقى عندنا اللحام المقاومه الكهربائيه. عندنا اللحام ده ممكن يكون لحام درزي او لحام نقطي. يعني ايه درزي ويعني ايه نقطي؟ يعني لو انا جيت مثلا، لو اعتبر ان ده اعتبر مثلا بسيبك من الشكل، انا عندي مثلا ده جزء وده جزء تاني، فانا لو لحمتهم في بعض الخط ده كله كده لو اتلحم مع بعض يعني كل ده كان لحام، فده اسمه لحام
درزي، يعني الخط ده كله ملحوم في بعضه، ده اسمه لحام درزي. طب لو انا جيت هنا عملت هنا نقطه لحام وهنا نقطه لحام وهنا نقطه لحام وهكذا، يعني كل مسافه نقطه لحام مش الجزء كله الملحوم، فده اسمه لحام نقطي. فالحام المقاومه الكهربائيه في منه لحام درزي ولحام نقطي. المهم بيقول لك تعتمد هذه الطريقه على تسخين الاجزاء المربوطه وصلها باللحام حتى تصل لحاله التعجن، ثم تتعرض منطقه التسخين الى الضغط حيث يتم وصل اطراف اللحام تتميز وتتميز هذه الطريقه بعدم استخدام مواد حشو، وبالتالي ضمان عدم تغيير التركيب الكيميائي لاطراف وسط اللحام. يعني انا المره اللي فاتت هنا سلك اللحام ده بيكون معدن وعليه كوتينج او عليه غلاف، فده انت ده كله بينصهر وبيندمج مع جزيئات المعدن، فانت بتغير التركيب الفيزيائي بتاع التركيب الكيميائي قصدي بتاع المعدن اللي انت ايه هتلحمه. فانا غيرت في اجزاء، حطيت اجزاء من معدن تاني غير المعدن الموجود عندي، فانا كده غيرت في التركيب بتاعي. فانا ده يعتبر ده من عيوب عمليه اللحام بالقوس الايه الكهربائي. انما اللحام ده انا ما بستخدمش ماده حشو، فانا مش هغير في التركيب الكيميائي بتاع المعدن، يعني مفيش عندي حاجه بحطها عشان تعمل حشو في الفراغ اللي موجود عشان الحمل. تمام. ففكره عمل ده بيكون عندي ايه، شايف انت المنظر ده، تخيل معايا المنظر ده، ده عباره عن مثلا جزء دوار، ده عباره عن درفيل او عجله والالكتروت، وده الورك بيس بتاعي، وده تحت منه برضو ويل نفس الكلام، يعني عجله بتلف كده وعجله بتلف معاها، طبعا بيلفوا عكس بعض طبعا زي الدرفله عشان يسحبوا ايه الجزء ما بينهم. ودي الشغل انا عايز الحمى، فاعتبر ان دي جزئين على بعض، يعني دول جزئين على بعض. تمام. فانا بيكون عندي طرف هنا متصل بكهرباء والطرف الثاني متوصل بالفرد الثاني من الكهرباء، فانا الجزئين دول مش متلامسين مع بعض. مين اللي عمل تلامس، يعني مين اللي وصل الطرف ده بالطرف ده، يعني ده جزء متصل بكهرباء وده جزء متصل بكهرباء، اللي وصل ما بينهم الجزء المعدني اللي داخل ما وسطيهم مسحوب وسطيهم، فهيعمل كمواصل كهرباء. فلما يحصل عندي نقطه توصيل كهرباء يحصل عمليه تسخين وانصهار للمعدن، وفي نفس الوقت انا بضغط على الجزئين على بعض، يعني ده بيسحب وبيضغط زي الدرفله بالظبط، فانت بتسحبهم ما بين بكرتين او درفلين بالمنظر ده. تمام. ودي الشغله بتاعتي داخله اهو، فهي دي فيها طرف كهرباء ودي فيها طرف كهرباء تاني، فالاثنين لما يتسحبوا مع بعضهم يحصل ايه، يحصل ان الطرفين دول هيتصلوا ببعض، يحصل توصيل في الدايره، فيحصل سخونه، انت عندك مقاومه كهربائيه حصلت، فيحصل عندك ايه تسخين. التسخين ده بيعمل على ايه، على اللحام، يبقى عندي تسخين وعندي البكرتين بيلفوا فبيضغطوا، فعندي حراره وضغط، فده بيحصل عمليه اللحام بالايه بالمقاومه الكهربائيه. تمام. يعني يقول لك ولذلك في هذه الطريقه تستخدم الطاقه الحراريه والميكانيكيه معا، يعني انا بضغط ده ميكانيكال، تمام، وبستخدم الكهرباء برضو في اللحام. وعاده ما تستخدم في لحام الاجزاء المعدنيه الرقيقه مثل هيكل السيارات، وتنقسم عمليه اللحام القومه الى لحام خطي او درزي او لحام نقطي. تمام. هذه الماكينه هي عندي ايه بالظبط، اللي بيحصل ايه، بيحصل ان انا عندي هنا ده مصدر كهرباء، يعني جاي اهو ثرو كونتاكت تو اي سي كارنت سبلاي، يعني ده في مصدر كهرباء عندي هنا اهو. تمام. وده عندي مقاومه متغيره ريجوليتور، يعني بغير في المقاومه، وعندي هنا مقاومه ثاني متصله معاها. يعني شفت انت فكره عمل المحول، بيكون عندي ملف ثانوي وملف ابتدائي، فالملف الابتدائي عندي اهو، الملف الثانوي اهو، اهو مكتوب اهو ترانسفورمر اهو، ده جزء محول عندي اهو، فبكبر الايه الكهرباء بتاعتي او بكبر المجال المغناطيسي بتاع الدايره، فبروح يوصل لايه للطرف الثاني اهو. يعني انا عندي ده ملف وده ملف ثاني، اثنين متصلين مع بعض او قريبين من بعض عشان يعني يحصل توالد ما بينهم كهرباء زي زمان درسوا في الفيزياء. يعني المهم بيحصل ايه، ان التيار هيمشي بتاعي ايه هنا اهو، هيبدا متصل بالنقطه، هيبتدي متصل بالنقطه دي، وده ماشي هيتصل بالنقطه دي. فانا لما يكون عندي حاجه في الدايره فيها مقاومه، يعني المعدن بتاعي او الجزئين اللي انا عايز الحمه هيشتغلوا كمقاومه للدايره دي، هيحصل ايه، هيحصل ان انا عندي تسخونه كبيره هتتكون والمعدنين هينصهروا مع بعض، وفي نفس الوقت انا بضغط بالفك اللي فوق والفك اللي تحت على المعدن، فبيحصل ان ايه الاثنين بيتحموا مع بعض. يعني دي انا يا ملح، ما هو شايف انت كده في كذا، دي مكنه ودي مكنه ودي مكنه، يعني هو جايب لك كذا كذا حاجه كذا كذا طريقه للحام. فهنا اهو ماكينه اللحام مقاومه كهربائيه، ده عمليه اللحام الخط باستخدام مقاومه كهربائيه، يعني ده كانت مكنه شايف انت هنا بتعمل نقطه
بعدين انت اللي تحرك البليد بنفسك، انت اللي تحرك الشغل بنفسك، وبتعمل نقطه نقطه. انما الفرق هنا المكانتين دول، دي هي دي على فكره الفرق بين دي ودي ايه، ان انا عندي في بكره بتسحب فبتعمل خط الحام، شايف خط الحام اهو، وابتدي تسحب تاني تعمل خط الحام، فده بتعمل الحام خطي، وده بتعمل الحام ايه درزي او نقطي. لا سوري، هو الخط هو الدرزي. تمام، انا عندي هنا المكنه دي بتعمل لحام خطي او درزي، تمام، يعني البكره دي بتسحب الجزئين المعدنيين وبتلحمهم. نفس الكلام هنا، انا نفس فكره العمل كهرباء، والجزء المعدني بتاعي بيشتغل كانه مقاومه في الدايره، فبيعمل على تسخين، هو نفسه بيسخن فبيبتدي ينصهر، وعندي جزء بيضغط عليه من هنا فبيلحم نقطه، بحرك الجزء بعمل نفس الطريقه الحم نقطه تاني. فانا هنا بعمل لحام نقطي، يعني نقطه بنقطه، هنا بعمل لحام خطي او درزي. الفكره العمل ايه، بيكون عندي دايره كهربيه ووصلت ما بينها المعدن، ومريت كهرباء من خلال المعدن، فالمعدن هيشتغل كانه مقاومه في الدايره، واحنا عارفين ان المقاومات بتسخن فبتولد ايه طاقه حراريه عاليه، ويبتدي عمليه الانصهار والمعدن ايه يتلحم مع التاني. حد يقول لي طب المقاومه دي تكون كافيه ان هي يعني تنصهر بسهوله؟ طب انا عامل نظام محول ليه؟ ما انا بكبر عند هو الجهد والتيار بتاعي عشان خاطر ان انا اعمل احصل على نسبه مقاومه عاليه في المعدن. تمام، المهم انا مش عايزك تبقى يعني انا مش عايزك يعني الميكانيزم بيتم ازاي او الرسمه مش لازم مطلوبه منك، المهم تبقى عارف ان في لحام بالمقاومه الكهربائيه، لحام بالقوس الكهرباء قصدي، تمام، اللي هو ده، وده لحام بالمقاومه الكهربائيه، في منها لحام درزي ولحام نقطي. تمام، ثالث نوع عندنا هو بقى لحام الاكسستريم. في هذه الطريقه يتم وصل اطراف المعدن بعد صراعه بفعل حراره ناتجه عن احتراق غاز الاسيتيلين، تمام، في الاكسجين. طبعا انت بتشوف في الشارع الحداد معاه انبوبتين، واحده اكسجين واحده اسيتيلين، الاثنين مع بعض بيكون الاكسستريم. تمام، فعندي بيكون عندي الكور بتاع اللحام بيكون بالمنظر ده، فيكون عندي داخل فيه اهو واحده اكسجين وواحده استيلين، فالاثنين بيتحرقوا مع بعضهم وبيكون لي ايه الشراره اللي بتعمل عمليه اللحام. اقول لك اوتوماتيك نسبه الاكسجين الى الاسيتيلين في هذه الخليط اهميه كبيره من نوع اللحام وخواصه، وهناك ثلاث انواع من لحام الاكسستريم في موضع شكل 8. عندنا لحام متعادل، ده بتكون نسبه الاكسجين فيه والاسيتيلين واحد لواحد، يعني بحط قد ما بحط اكسجين بحط ايه اسيتيلين، ده بيكون اللهب لونه ازرق. تمام، فده لحام متعادل. طيب عندي لحام مختزل، مختزل ينتج بزياده نسبه الاسيتيلين في الخليط، ويستخدم في لحام النيكل والصلب السويكي وكثير من السوائك الغير حديديه. يعني عندي احنا بس عشان ما تتلخبطش، احنا دلوقتي دخلنا في لحام الاكسستيلين، في منه ثلاث انواع، لحام متعادل يعني الاسيتيلين قد الاكسجين، تمام، عندي لحام مختزل اللي بيكون نسبه الاسيتيلين فيه اكبر من الاكسجين، تمام، وبعدين عندي ثالث حاجه عندي لحام مؤكسد، وده طبعا بيكون الاكسجين فيه اعلى من الاسيتيلين. تمام، انا بس عايزك تبقى عارف يعني كل التفاصيل، بس انا بقول لك وانت شوف انت عايز تذاكر ايه. انا عارف ان الوقت ممكن يكون ضايق معاك، فانا بقول لك كل حاجه وانت اختار اللي انت تبقى عارفه. بس هو في الامتحان هيسالك انواع وصلات اللحام، طرق اللحام، مقاومه كهربائيه وقوس كهربي، ولحام الاكسستريم. تمام، سالك في كل حاجه لوحدها، تبقى انت عارف وعندك خلفيه كل نظام بيتم ازاي. فده كل طرق اللحام، مفيش طرق تاني لايه للحام. نجيب بس مراجعه تاني سريعه بسرعه، اللحام، تعريف اللحام، بعدين اتكلمنا عن الخواص اللي لازم تكون موجوده عشان اللحام يكون كويس. تاني حاجه عندنا انواع اشكال وصلات اللحام، وصله تركبيه تكون الشفتين على بعض كده، وصله تركبيه في وش بعض، وصله على شكل حرف تي، وصله على شكل حرف ال، واحده كلوز وواحده اوبن بالمنظر ده، قلنا الفرق ما بينهم ايه. بعدين دي شكل اشكال اللحام. بعدين طرق اللحام، عندنا بقى اللحام بالقوس الكهربائي المعدني، تمام، قلنا بيشتغل ازاي، فكره عمله ازاي، يكون عندي دايره كهربيه توصل السلك اللحام بالطرف السالب، وتوصل الشغله بالطرف الموجب، بعدين تلمس الطرف ده في ده، فيحصل عندي شراره، تكون شراره، فيحصل ان المعدن ينصهر، تبتدي عمليه اللحام. طبعا ده جزء وجزء تاني، يعني بيحصل عمليه انصهار للطرفين وتبتدي عمليه اللحام. تمام، ده لحام بالقوس الكهربي. لحام المقاومه الكهربائيه بقى بيكون عندي دايره كهربيه، وبحط المعدن او الشغله بتاعتي كوسط في الدايره، فبتشتغل كانها
مقاومه في الدائره فبتسخن نتيجه مرور التيار فيها وبيتم عمليه اللحام. طيب يا اما الحم نقطه بنقطه ده اسمه لحام نقطي، يا اما الحم خط كامل عن طريق ان يكون عندي بكره بتسحب الشولتين وسط بعض فده اسمه لحام خطي او درزي. تمام. بعدين دخلنا على اخر نوع من انواع اللحام هو اللحام الاكسسترين، في منه ثلاث انواع. طبعا اكسسترين هو ان الاكسجين بيحترق في وجود الاسترين فبيتكون عندي حراره عاليه وبتبتدي عمليه اللحام. تمام. في عندي ثلاث انواع، عندي منه لحام متعادل يعني انا نسبه الاكسجين الاسترين يعني انا عندي انبوبتين فلو الانبوبه دي اللي طالع منها اكسجين قد الاسترين فبيصير لحام متعادل. طب لو الاكسجين اكتر يبقى ده لحام مؤكسد، طب لو الاسترين اكتر يبقى ده لحام مختزل. تمام. دي طرق اللحام كلها، مفيش حاجه تاني ممكن تتقال في اللحام. بعدين ان شاء الله هندخل على عمليه الايه البرشمه. عمليه البرشمه هي برضو من عمليات وصل المعادن. تمام. بس الفكره ان انا بيكون عندي جزئين معدنيين بعمل ثقب او بعمل ثقب في احد الاجزاء وثقب في الجزء الثاني واحط ما بينهم بنزة او مسمار وبعدين بكبسه من الناحيه الثانيه فبتتم عمليه البرشامه. ده بكل بساطه هي عمليه الايه البرشمه. طب عشان تتخيل المنظر ده بس معايا، بيكون عندي اهو ادي ده بليت اهو، ده كله بليت اهو، وده بليت تاني تحت منه يعني ده جزء وده جزء، عملت ثقب في ده وثقب في ده تحت منه وعديت ما بينهم مسمار. شاف الجزء الداش ده، هو شاف انت الجزء في الاول كان عامل ازاي، ده جزء المسمار في الاول يعني ده كان المسمار كان عادي مستطيل عادي بالمنظر ده، سقطته ما بين الاثنين. بعدين بجيب زي اسطمبه واخده شكل نصف دائري من تحت وبدخل الايه مسمار، ببتدي اخبط على المسمار من فوق فالجزء ده هيتطبع من تحت بشكل الايه مسمار. بعدين اجيب الاسطمبه دي من فوق واقلبها واخبط برده على المسمار من فوق فاطبع الشكل من فوق، فعملت شكل الايه البرشام يعني اهو بالمنظر ده. يعني شايف انت المسمار عندي كان عامل ازاي، كان مستطيل اهو، فحطيت نص حطيت الاسطمبه دي اللي من تحت دي جزء ما لهاش علاقه باللي فوق، دي نص اسطمبه من تحت عشان تشكل شكل الدوران بتاع المسمار، كان عندي شكل مسمار عادي لو مستطيل بخبط عليه من فوق فيبتدي ايه يتطبق بالمنظر ده، واقلب الاسطمبه واعمل نفس الكلام اخبط فابتدي اطبع الجزء اللي فوق بنفس المنظر ده عشان احصل على شكل الوصله في الاخر بالمنظر ده اهو، بليت بليت فوق منه وادي المستطيل المسمار عندي اهو، وده اتطبع من فوق وده اتطبع من تحت، هي دي عمليه البرشمه. مفيش كلام تاني ممكن يتقال عمليه الايه البرشمه. دي اشكال المسامير. تمام. ممكن تشوفها هنا اوضح اهو، بيكون ممكن يكون راس مسطح او غاطس او على شكل طاسه او مستدير او على شكل عدسه او شكل عدسه ولا ايه. تمام. فانت ده اشكال انواع مسامير البرشام. برضو تعرفها للعلم، ممكن صعب التسهيل فيها. تمام. فعندنا هنا اهو دي انواع مسامير البرشام. تاني حاجه بقى اشكال وصلات البرشام، برضو نفس الكلام بتاع اللحام، وصله ترقبيه او وصله تناكبيه. تمام. بيكون بالمنظر ده، دي وصله ايه، دي عباره عن وصله ايه تراقبيه. طب ودي وصله ايه تراقبيه برضو. تمام. في بقى عندنا وصله ايه، دي وصله ايه تناكبيه. هتقول لا دي تراقبيه، لا انا عندي الجزء اللي تحت ده وده الجزء اللي تحت منه اهو، قصدي ده الجزء اللي تحت وده الجزء الثاني، عايز اوصل اتنين في بعض، فبجيب حاجه ثالثه فوق منهم وسيطه وبحطها عليهم وبحط المسمار هنا ومسمار هنا، يبقى انا وصلت الجزء ده بالجزء ده، دي وصله ايه، دي وصله تناكبيه. تمام. وفي طبعا وصلات بيكون شكلها جانبيه يعني اهو، وصله ترقبيه او وصله تناكبيه اهو، بليت وبليت واحده فوق منهم او ممكن تحتهم واحط منهم برشام فتوصل اتنين في بعض، او بيكون عندي وصلتين بالجنب يعني واخده شفه كده وشفه كده وصلتهم بالجنب، دي انواع وصلات الايه البرشام. طيب ازاي اختار مسمار يعني اختار المسمار بناء على اساس ايه؟ يعني انا عندي هنا اهو جزئين عايز الحمهم عايز اوصلهم ببعض عن طريق البرشام، اختار مسمار بناء على اساس ايه؟ يقول لك يحسب قطر وطول مسمار البرشام من مجموع تخانات الاجزاء المراد توصيلها، حيث يتراوح القطر ما بين يعني الديامتر بتاعه بيكون 1.4 جذر تي. فين التي؟ التي اللي عندي اللي هي مجموع تخانات الاجزاء اللي انا عايز اعملها، يعني انا عندي تخانات الاجزاء دي ليها ده ليه سيكنس وده ليه سيكنس اللي هو التي. تمام. فانا عشان اختار قطر المسمار بجيب بضرب 1.4
في جذر التخانه او السيكنس بتاعي، فاحصل على الايه طول او احصل على قطر المسمار، او ان انا برضو 1.2 في جذر ايه التي، تمام؟ يعني يا اما 1.4 يا اما 1.2. طبعا انت خليك في خلينا في الصفر، بناخد 1.4. يبقى عشان احسب القطر بتاع المسمار ده يبقى 1.4 جذر السيكنس بتاعي، فهعرف اجيب مسمار قطره قد ايه عشان اسقطه ما بينهم، تمام؟ ولازم وبرضه هعمل التقم ما بينهم، يعني انا في الاول بشوف القطر كام وبعدين بسقط وبعدين بدخل ما بينهم المسمار. طب لو عايز اعرف الطول بقى اللي هو ال ده كله، ده بيكون ايه؟ ده يقول لك سميشن تي زائد 1.5 ناقص 1.7 دي. يعني بشوف عندي السيكنس ده كام والسيكنس ده كام، فاجمعهم، ده السميشن بتاعهم، زائد واحد لا سوري انا قلت ناقص ازاي، 1.7 او 1.5، يعني اما ده اما ده، مش ناقص، انا اتلخبطت بس. فانت عندك ال التور بيساوي السميشن تي مجموع التخانات زائد يا اما 1.5 يا اما 1.7 في دي في الديامتر، في الديامتر بتاع المسمار طلع مثلا رقم كذا، فاجيب مسمار طوله كذا، يعني مش بجيب اي مسمار وبس، تمام؟ بس هو مفيش اي كلام متهيألي ممكن يتقال في عملية البرشام، مفيش حاجة تاني. ده بيقول لك ازاي ده دي الماكينة او اللي بتعمل عملية البرشام، عملية البرشام بتتم ازاي. ده بيقول لك اجهاد القص في كل وساطة الترقبية اللاب جوينت التاو بتساوي البي على الاي، تمام؟ عشان انا عندي مساحة واحدة، انما في البط جوينت اللي هي الوصلة التناكبية بتساوي التاو بتساوي البي على 2A، لان انا هنا كان عندي اريا واحده بس وصلتها، تمام؟ انما هنا عندي الاجهاد هيكون متوزع على اريتين، فالتاو بتساوي الشير، قصدي اللي هو التاو اللي هو الشير، يعني بتساوي البي على 2A على مساحتين، عندي مساحه هنا ومساحه ثانيه. يعني ما اعتقدش ان دي تهمك قوي يعني، بس عشان ابقى قلت كل حاجه موجوده في الكتاب تخص عمليه الايه البرشمه. كده احنا خلصنا جزء وصل المعادن سواء لحام او برشمه. اخر حاجه ان شاء الله هشرحها هي جزء القياس. كده اكون خلصت جزء اكون خلصت الانتاج معاكم ان شاء الله، واشوفكم المره الجايه. السلام عليكم.